حبيب قلبي احنا اليوم مع خينا كمال لعبي شيف تيمو سرقنا من المسرح نعمل تحضيرات لحفله مهرجان الموسيقى الروحيه بفاس مع هنا الغليل قال لي لابد انك تيجي تحضر معي تحضر الفطور عمل حلقه خاصه قبل رمضان مشان يخصصها معي انا كرمال الجمهور حيتفرج كيف كرمال الجمهور بس رح انتو شغله انا بوثق فيه وبحبه بس اذا شي حدا طبق اللي عم يعمل بيوصل له شيء انا ما خصني خليكم مع خي تيمو وان شاء الله الله يعين يعني ان شاء الله ان شاء الله اليوم الطبق ديالنا هذا سمعي تقول تقريبا نهاري ونهاري لا اليوم كيف تشوفوني تنتوج من القصر في الاستاذ معمور صديق ديالي كيف تشاهدوا هذا القصر هذا كيف تشوفوه عمره 150 عام على الاقل تنشكر جزيل الشكر هو العائله ديال المحترمه اللي صدقوني في هذه الحلقه اليوم هذه الحلقه اليوم راها سبيسيال كما العاده الحلقه ديالي كلهم سبيسيال بعد الجمعة الجاية مرات عدين مدينة فاس في سنتر في الفيديو وخا كاين في الحرارة الحمد لله كنا موجود بارد وحنا صايمين مزقين وصايمين ولكن في الليل نحاولوا نعوضوا بداك الشيء اللي زاد علينا نلقاو اسدي في الحلقة ديالنا اللي هو نشوي الروسيا اي شوا قدر ديال هذا تسميون طاجين مخزاني غادي نبداو بالمقادير ديالو عندنا كامل عندنا تومة زايد عندنا صفرة شعرة بلاتين عندنا السكر العادية وعندنا أزير أنا عشنا الأزير اللي صار في واحد من المزيان طبق ديالنا اللي هو اللي مطلوب ديال الشوق نبداو مقادير ونزور على بركة خليكم مرتاح بالنسبة للون دائما ترقبوا بشنو هاي ما كيف تشاهدوا الطنجرة اللي كاينة اليوم طنجرة مزيان عندنا بعضنا كبير وهذه الحمد اللي تنقبوا هو ديال الكتف كيف تشاهدوا الزيرة كتير الزيرة اللي غادي نقيم اللي غادي تكون التيف ديالنا اول حاجة غادي نقولوا بسم الله غادي نبداو بالتميمة غادي نشتوها لان هاد الشوي افاز كل جدين خباص وتوم تقريبا بين 25 درس ديال التومة هاد الطرف ديال الجيكو اللي العبار ديالو ما تجيبوش 3 كيلو أول حاجة غادي ناخدو الزعفران شعرة غادي نديرو في الماء باش يطلع هو طوندو على ريت الزعفران ديالنا ديال التيليوين غادي نديرو شوية ديال الكمون حمص معلقة كبيرة ديال الكمون الزبدة غادي نديرو تقريبا واحد ربعة ولا خمسة ليطار ديال السكر كيف عم ترفع وغادي نديرو وريقة ديال الأزرق دفني ايام من وجل في فرد ذبحه وغادي نزيدو شويه ديال الماء وغادي نخليوه يطيب نص ديال عاد غادي ندخلوه الفرن باش يتحمر هو بالضبط اخي شوفوني عيون كيفوني هذا هو الزعفران 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 طبق كيف تشوفوا المشاهد الكرام غادي نديروه او كيف تشوفوا غادي نديروه طنجرة غادي نديروه في البوطة غادي تكون لمدة واحد الساعة الورا غادي نديروه في الفرن من بعد غادي ندوزو للطبق الثاني ان شاء الله
Thank you.
كمان دلوا كل ما تحطوش هو يا حبيبة والله شنو وليتي تنصحني قالت له كيموش هو قال لها شنو هذا كيموش هو قال لها واش يوصفها قالت له كيموش هو راه واحد السور قال لها السعود وخطرت نروح على واحد اللعيبه قال كيموش هو تخرج لنا الشهيوه ديال الطاجين قالت له من بعد غنقول حتى تقضى رمضان وغنقول شكون هو كيموش هو المهم صبت الميساج قلت للسكانات ونشكر لما راجلي كل يوم تيجي معايا وناصر يا نهار بقى تبغي تشوف في رمضان المرأة تبقى مزيانة مع راسها تبقى هانية بين فرصة بين خوتي تبقى تشتغل مع النساء داكشي ماشي هو هذا ماشي جديد اللي وليت له البرعة تتعود له الله غدا زاد على الباب خارج طالع الباب ضرب الباب ضرب ولدو باب بعد مني على البواعي ثاني شبه الماكلة شبه الحياة البويه كل مزيان السعاده ملي وجدي انا وقت الدكتور راسي وقت اي وين الحمد لله راسي مع جد المسكين الحمد لله اكمل جا ماشي كامل كيمو جا وحل المشكل العيالات الحمد لله تسافروا لي المانيا وهولندا من الانجليز اسبانيا سويسرا كيمو برافو لو بروبليم سي تاريتي مي سا تسالي بروكلي بس هوب تبميني البروبليم الله وليت انا حل المشاكل وشكون اللي حل انا مشكلتي مع مراتي اللي ما تنشوفنيش كل شهور انا تنصور انا في طنجه انا في طنطان انا في العيون انا في تطوان انا حبيبها اصلا كنا الفلوس ما فين مشيتي لا لا انا ترش الحلقه الوحيده هكا كنقطعوا لنا الضوء وكاش عندي الكاله انا كنصبر ديالتي تسناني باش نكملوا الحلقه يا ولا حول ولا قوه الا بالله ما تنكبر تشكر الحبيبه ديالي العميه ديالي عمه الوليداتي لالا دليله الله يحفظها لي ان شاء الله تسمح لي على هذا التعب وعلى هذا الذوق اللي ضيعت انني رمضان الثالث هذا المصور هذا المصور ضيعته على مغربيات على المغاربه باش نساعدها وما زال غنساعدكم انا عندي دور باش نساعدكم وما يبقاش المشكل في المغرب باذن السامع العام دابا ان شاء الله غنرجعوا للطبخ ديالنا غادي نرجعوا للصفه ديالنا غادي نسحقوا هذا لاصوص اللي فيها التسويمه هذيك لاصوص اللي فيها الشيء راه كي جات هذيك التسويمه بدات على الكاس ها هي غادي نسحقوها على الطبيعه ديالنا اللي تحمرات هذه الطيبه تاهي بغينا تحمرات في الفرن غادي نسحقو دابا الكاميرا غادي تجي فوق هذه الطيبه فوالا وعاود نديرو شويه فوق الطيبه عصور ويعطيني الصحة يا كنت دابا مرات رجعتي تخطفوا عليا ساعة مع الأسف ما تخطفوا عليا ساعة واحد أنا كنت قلت لله والله ما وقفت شي الراجل لعجبو الحال الطبق ديالنا هو المشاهدين الكرام بلاتي واحد الطبيعة سيسها هادية شوية ديال الزيت وخلطو فوق ما تنساوش بان هذا الطبق تيرجع الفضل ديالو لهذا الجندور في العائله الشريفه ديال السيد معمر هذا القصر ديالو اللي كتبتو في المناظر كتبتو مسبق له المناظر الخلابه كنقولو له يسمح لنا العدد ديالو مع الشقه ديالو وتنقولو السي رياض عمر الفنان الكبير اللبناني المغربي يسمح لنا تروى على هذا المجيء ديالو في مدينة فاس وإن شاء الله موعدنا غدا الحلقة المقبلة كي موسيقي وبوزين بوكو كي وعد هذا وعد كبير سول عليه سنون رمح مدى الغوب روح بالشفرين الذبحة من مات من عيون سحرة هذا كي مو هذا كيمو برافو عليه كيمو شيفو برافو عليه هذا كيمو هذا
وجوبع السؤال والهدية بالبوحة وجوبع السؤال.